شيء محترم جدا وراقي جدا. الأنشطة بتبدأ تفتح بشكل تدريجي، لكن في نشاط هام جدا جدا جدا، ويمكن أزمة كورونا خلت المجتمع يفهم أنه في أنشطة كتيرة مش عليها الضوء لكنها عنصر أساسي في الحياة اليومية للأسرة المصرية، زي موضوع الحضانات مثلا. يعني ربة المنزل اللي عندها طفل لازم يروح الحضانة عشان تنزل تروح الجامعة، لو هي مدرسة في الجامعة عايزين تروح وزارة من الوزارات عشان تعمل أي عمل من الأعمال في القطاع الخاص، لازم الطفل حد يقعد معاه، فلازم توديه الحضانة. طيب مفيش حضانة، إذن مفيش، هذه السيدة لن تتمكن من الذهاب إلى العمل، وده موضوع كبير جدا. عشان كده أكيد يعني صاحبة الاختصاص الأول هي وزيرة التضامن الاجتماعي اللي معايا دلوقتي على الهاتف، وممكن تطلعنا أكثر. سيادة الوزيرة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا أستاذ خالد، اتشرفتكم مع حضرتك. أهلا بك يا فندم. الحقيقة وزارة التضامن الاجتماعي بتثبت لنا كل يوم أنها من أهم الوزارات اللي بتمثل البيت المصري في الصميم، صغيره وكبيره. فمع الكبار نلجأ إليكم ومع الصغار نلجأ إليكم برضو. موضوع الحضانات أولا على الرحب والساعة، والله يا أستاذ خالد يعني فعلينا الكبار والصغيرين. أنا عارف والله. موضوع الحضانات يا فندم، ما هو القرار؟ يعني إمتى هنبتدي نشوف هنشتغل إزاي وهنعمل إيه في ضوء الإجراءات اللي مجلس الوزراء اتخذها؟ طيب أوضح لحضرتك، طبعا هو الرأي العام انقسم بين لا الحضانات ما تتفتحش، والرأي الآخر حرام عليكم افتحوا الحضانات، صح، إحنا تعبنا ورانا مصالح وحالنا واقف. فطبعا الرأي العام انقسم، وده أنا هاخده بشكل إيجابي مش سلبي، لأن أولا لو اللي شايف الحضانات ما تتفتحش فلم يرسل أطفاله إلى الحضانة لا ضرر ولا ضرار، صح. اللي عايز يبعت ولاده يبقى إحنا علينا، إحنا كوزارة وزملائي في الإدارات الاجتماعية المختلفة دور كبير، نمرة واحد في الإعلان عن الإجراءات أو الشروط التي على أساسها تتفتح الحضانة. إحنا منزلين بكرة مجموعة من الإجراءات الواجب اتباعها في الحضانات اللي عايزة تتفتح، ومعها إقرار من الحضانة اللي عايزة تفتح بوجوب اتباع كافة الإجراءات المذكورة، وإن هي هتتعرض للغلق حال عدم اتباعها لأي من الإجراءات اللي مذكورة في وزارة التضامن من أجل إعلاء المصلحة الفضلة للأطفال. عظيم. لكن حضرتك حددتي تاريخ؟ حددنا تاريخ، إحنا بكرة هننزل الإجراءات يوم واحد اللي هو يوم الأربعاء القادم، هنحط الفورم على الإنترنت، الحضانات هتطبعها وهتوقعها مع بالإجراءات الاحترازية وتتقدم بها للإدارة الاجتماعية. أول ما الإدارة تستلم الحضانة، تستلم أسفة القرار موقع والتعهد موقع من الحضانة، في الحالة دي الحضانة تبدأ تفتح، ومن حق وزارة التضامن بالشراكة مع الجمعيات الأهلية وجمعية الهلال الأحمر إنها تراقب وترصد بزيارات للحضانات في حال. إذن من 1/7 القادم تستطيع الحضانات أن تقر بالتزامها بهذه الإجراءات ثم تبدأ فورا في فتح أبوابها. بالضبط، وبنحط خطة برضو طوارئ، إن رقم للاتصال دي حال وقوع أي طارئ في أي حضانة. إيه بقى يا فندم أهم الإجراءات اللي المفروض يتبعوها؟ أولا طبعا في إحنا بنلتزم جميعا بإجراءات وزارة الصحة اللي هي اللي اعلنت عنها، طبعا في جزء عن تهويه الحضانات والبيئه المعقمه اللي تبقى موجوده، لوحه الارشادات تبقى موجوده للاسر، توفير خط ساخن 150 اللي هو رقمه 150 للحضانات تتقدم به في حال وقوع اي طوارئ، ان في نقطه اتصال في وزاره الصحه احنا على اتصال بيها لو حصل اي. هل حضرتك اشترطتي نسبة معينة من سعة الحضانة من الافراد، يعني من الاطفال؟ هو احنا عندنا الحضانات الكبيرة احنا عارفينها اللي هي فيها اكتظاظ، عامة الحضانات السعة بتاعتها بتبقى اكبر في المناطق يعني يمكن الريفية بالتحديد، لان الحضانات الاخرى الكبيرة هي عاملة تباعد الى حد كبير، وناسها يعني حتى من قبل ما نقفل الحضانات كانوا قالوا طب ما احنا متبعين الاجراءات بتقفلونا ليه؟
لكن في ساعة احنا عندنا رصد لعدد الأطفال في الحضانات، هنتفادى ان الحضانات دي يكون فيها العدد كامل. احنا غالبا هنخلي الخميس وجمعة وسبت اجازة، يعني هنخلي الحضانة 4 أيام في الاسبوع، بحيث ان الخميس منطقي برضو الناس بتغرق فيه بدري، يكون في كاشف حراري، تطهير لجميع الغرف والاساسات، ان يكون الاطفال قدر الامكان اصابتهم هي طبعا اقل، ولكن قدر الامكان يكون في تباعد ويعلموا الولاد دوت، لان احنا الولاد دي بكره يعني احنا قدامنا الاجراءات دي فيها شويه، فلازم الولاد تتعلم انها تعمل دوت. ان جميع الاخصائيات يرتدوا الكمامات. يعني التجربه هتحكم يا فندم، واكيد سيادتك هيبقى في لجان للمرور لقياس مدى التزام كل الحضانات. التجربه هتورينا ايه الخطوات اللي اتخذها بعديها يا استاذ خالد. طيب